مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا هنا السادس عشر في مجموع الاشواط، وشوطنا السادس عشر هنا بهذه الانطلاقات الجميله والتحديات والاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ها هي الانطلاقات، ها هي التحديات، ها هي الاثاره. نتابع هذا الأداء، نتابع التحديات، نتابع نهاب لحمد بن سعيد بن غانم بن هريو المنصوري من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز هناك والإثارة مشاهدينا الكرام. يأتي سرمد المبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث الدكتور السويدان بن سعيد بن حضيرم ليقتبي، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الآخر شعار بالحب يأتينا من الجانب الآخر جزيل حمد بن محمد بالحب العامري، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس هنا مكرم لأحمد بن قريفة بن زاهرة لخيلي من يأتينا على المركز الخامس، والمركز السادس جسار راشد بن سويدان بن حضيرم لقتبي من ينطلق على المركز هنا أيضا بهذا الأداء، والوصول، الوصول من هنا محفل، محفل سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين لقتبي من ينطلق سابعا، والمركز الثامن، المركز الثامن محطم ناصر بن سالم بن علي بن سليم العمري، وهنا هنا الانطلاق من قبل مغادر لناصر بن محمد بن قلبان النيادي، وشعار محمد بن سلطان بن مرخان مع مهاوش من يأتينا بهذه التحديات الجميلة، وعاشر مراكزنا المركز العاشر البارع لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة للمراكز الأولى، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول نهاب، نهاب من يسيطر على زمام الأمور. حمد بن سعيد بن غانم بن هريو المنصوري هو المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. محطم لناصر بن سالم بن علي بن سليم العمري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث هنا البارع لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري ينطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع مكرم لأحمد بن خليفة بن زاهر لخيلي من يأتينا على المركز الرابع، والوصول، الوصول هنا أيضا القادم بهذه اللحظات من الذيب لمنصور بن سعيد بن سالمين المنصوري من يأتينا بالتحديات الجميلة. هناك أرى، أرى مولع للسهيل بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري القادم بهذه التحديات الجميلة والإثارة. يا سلام، تحديات متميزة، ولكن الصدارة، الصدارة مع هذه الفقع في 600 متر الأخيرة. نهاب هو المسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة، على المقدمة. حمد بن سعيد بن غانم بن هريو المنصوري هو المسيطر على زمام الأمور من البداية على الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني هنا يأتينا، المركز الثاني محطم من ناصر بن سالم بن سعيد العمري، ووصل طلوع، وصل طلوع، طلوع، طلوع بأول ندى ما يبنى لطاري. هنا طلوع من يأتينا سالم بن سعيد بن منانة ينطلق بالتحديات. هناك الوصول مشاهدينا الكرام من مسعف لسعيد بن محمد بن قطامي العامري، ولكن نهاب المسيطر، نهاب المسيطر من البداية، وطلوع، نهاب وطلوع، وهنا مسعف. يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام الله، نهاب طلوع، طلوع نهاب، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، نهاب، نهاب
نهاب نهاب نهاب هو من اعلن الفوز. هو الناموس، تهانينا على هذا الاداء. الحمد بن سعيد بن غانم بن ري والمنصوري طلوع لسيسان بن سعيد بن منان المركز الثاني، المركز الثالث كان من نصيب مسعف لسعيد بن محمد بن قطامي العامري، وعلى المركز الرابع كان التحدي من محطه من ناصر بن سالم بن علي بن سعيد العمري، والمركز الخامس كانت التحديات من الفاتن لسعيد بن ناصر بن حمد هنا اليحفي، من انطلق بهذه التحديات الجميلة والإثارة المتميزة. إذن الفاتن سعيد بن ناصر بن حمد اليحيفي من أتى بهذه الانطلاقات على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني هنا ونهاب في اللحظات الأخيرة، ومن أعلن الفوز وأعلن الناموس بهذه الانطلاقات المتميزة الحمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري، 4:41 سبعا من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. طلوع من أتى على المركز الثاني ب4:41 ثمانيا من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. شكرا للمتحدي على هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث كان مسعف لسعيد بن محمد بن قطامي العامري، 4:42 ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني.